تمام، ان شاء الله هنبدا النهارده مع سوره التين. سوره التين هي من السور المكيه، زي ما بنذكر السور المكيه يعني نزلت قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه، وان فيها رسائل المؤمنين ورسائل الكفار، وفيها دلائل على بعثه على نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. في البدايه زي ما احنا متفقين على كل سوره ان احنا لازم، او يعني في الغالب ان لو لها سبب نزول بنذكره. طيب ايه سبب نزول السوره دي؟ اللي حصل ان كان في مجموعه من القوم كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلوا اعمال صالحه، وبعدين سافهوا عقولهم. يعني ايه سافهوا عقولهم؟ يعني اللي هم ما عادوش بيعوا بيعملوا اللي هو عايز نقول عندنا ايه، حصل له خرف، حصل له عدم وعي، حصل له كذا، كبر في السن. عارف يقول لك فلان كبر في السن فبقاش مركز كده. فالصحابه بيسالوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الناس دول، ان احنا زي ما احنا عارفين ان لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره، العمر كله فيما افناه. فهم راحوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا طب الناس دول يعني هيتحاسبوا على ايه؟ يعني لو هم دلوقتي هيبقوا عايشين يوم واثنين وثلاثه واربعه وعشره وهم مش ايدهم حاجه، مش مزاجهم. يعني زي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: ما من داء الا له دواء الا الهرم والموت. يعني خلاص موضوع الهرم ده هو النبي صلى الله عليه وسلم اقر بوحي من الله عز وجل، هو ملوش علاج. ما فيش واحد عنده 80 سنة هيرجع عنده 40 سنة، مش هتحصل. وفي نفس الوقت ان هم بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم طب الناس دي كانت ناس صالحة، لو احنا قلنا حتى هيرفع عنهم القلم عشان هم دلوقتي مش في حالة صحية تخليهم يعوا او كذا او كذا، طب ما احنا كده حرمناهم من اجور كانوا هم بيعملوها، لان هم لما كانوا في حالتهم العادية كانوا بيتعبدوا ويتقربوا الى الله سبحانه وتعالى، فكده هم اتحرموا من ان في فتره هيتقربوا الى الله سبحانه وتعالى بالعباده والصلاه والصيام وغيره وغيره وغيره. فنزلت السوره دي، سوره التين والزيتون. طيب نشوف بقى ايه يعني الايات دي هتجيب سيره الناس دي ازاي، او تتكلم عنهم، او نزلت بتقول عليهم ايه. في البدايه المعجزه اللي احنا بنتكلم عليها، واللي قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى له حكمه دائما، المعجزات كلها بتكون حاجات واضحه لكل الكافرين عشان بتقيم عليهم الحجه. ان احنا زي ما قلنا في الغالب ما بتبقاش حاجات غيبيه عشان ما يقولوش مش اكيد ما شفناهاش ما عملناش او كده. فكان بدايه السوره التين والزيتون. ايه التين والزيتون؟ التين والزيتون هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقسم، وزي ما قلنا الله عز وجل لا يقسم الا بعظيم، وهو صاحب الشأن كله، فهو يقسم بما شاء. اما احنا كبشر احنا نطيع ربنا سبحانه وتعالى، فهو الذي يامرنا يعني ماذا نقسم وبماذا نقسم ومتى نقسم وكل شيء. فربنا سبحانه وتعالى هو يختار لنفسه ما يقول وما يفعل، لا يسال عما يفعل وهم يسالون. فربنا اقسم هنا بالتين والزيتون. طيب ايه علاقه الموضوع ده بالانسان؟ ايه اللي جاب ده؟ ايه القصه؟ القصه ببساطه ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان هو خلق الانسان في احسن تقويم، والكلام ده موجه للكافرين. انتوا شايفين بعينكم اهو الانسان ده في احسن تقويم، عنده قوه جسمانيه، عنده لسان بيتكلم، عنده ودان بتسمع، عنده كذا عنده كذا، فانتوا شايفين الانسان ده قوي ازاي. فقال لهم، بيشبه لهم بقى الانسان ده بالتين والزيتون. ليه التين والزيتون؟ التين والزيتون هما من الثمرات، سواء الخضار او الفاكهه يعني او الثمار، اللي فيهم ميزه من مميزات اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها فيهم، ودي مش موجوده في كل الحاجات المزروعه. وهي ايه؟ ان انت تعرف صحته وجودته من عدمها بدون ان انت بتعمل حاجه اسمها عجم. عجم ده يعني ايه؟ يعني اختبار. يعني في حاجات كده انت ما تعرفش جودتها الا لما تختبرها. مثلا عارف انت مثلا ساعات تجيب بصله كده تيجي تقطعها تلاقيها بايظه من جوه، انت ما كنتش عارف ان هي بايظه من جوه الا لما فتحتها. تجيب مثلا ثمره بطاطس كده تفتحها تلاقيها من جوه مش عارف فيها حاجات سودة، فدي فيها كده. انما التانيه التين والزيتون لا، بتعرفهم من غير ما تعمل حاجه. فده ربنا سبحانه وتعالى بيقول للناس، يعني الزيتون بتعرف تلاقي الريحه بتاعته اتغيرت، تلاقي اللزوجه بتاعته اختلفت، تلاقي التين ريحته طلعت، تلاقي ان هو كل حاجه باينه قوي يعني. فكذلك بقى ربنا سبحانه وتعالى ادالهم المثال ده، لهم ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق ليكم التين والزيتون قدام عينكم اهو، وشفتوه فعلا انتم بنفسكم بتقدروا تعرفوا اذا كان كويس ولا وحش لانه ظاهر قدامكم. فهو ايضا سبحانه وتعالى بقى خلق الانسان قدامكم اهو زي ما خلق التين والزيتون.
الانسان قدامكم اهو، انتوا شايفينه بعينكم، شايفين كل حاجه اللي انتوا اصلا بتقروا بيها. ليه؟ ما هو الكافر ده بيتجبر على الناس في الارض بايه؟ ما هو بيتجبر على كل اللي ربنا اعطاه له، ان انا قوي اللي هي القوه منين؟ ربنا اداها له، اللي هي ان انا عندي خيول ربنا اللي خلقها اللي هي كذا، فهو اصلا مقر ان هو اصلا في احسن تقويم. يعني هو اصلا مش مقر ان انا عندي مشكله، والا لو انا عندي مشكله هتكبر عليكم ليه؟ فهو اصلا عنده اقرار من نفسه مبدئيا ان انا فعلا في احسن تقويم. فبالتالي ربنا خد الاقرار ده منه ويقول له انت اقريت، وبعدين بنقول لك بقى طب انت شايف ثمره الفاكهه دي والخضار وثمره الزيتون دي، هو ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها الامر ده. والتين والزيتون وطور سنين، هنا بقى كان فيه الامر التاني اللي هو ايه؟ عندنا حاجه اسمها الفاضل والمفضول. يعني ايه الفاضل والمفضول؟ الفاضل يعني هي حاجه كويسه، الفاضل والافضل، معلش الفاضل معناها حاجه كويسه والافضل اللي هو افضل منها. يعني عارف زي ما بيقول مثلا ايه، انت حاجه كويسه لو جبت 45 من 50، والافضل لو جبت 50 من 50. فربنا سبحانه وتعالى بدا هنا بايه؟ بالفاضل فالافضل. طب ليه؟ هنعرف دلوقتي. طب هو ايه الفاضل؟ التين والزيتون اللي هي الارض اللي نبت فيها التين والزيتون، اللي هي ايه؟ اللي هي فلسطين. بعدها وطور سنين، طور سنين دي اللي هي البلد اللي فيها جبل الطور اللي هي سيناء. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى نزل في المكان ده واتكلم، مش نزل اسف، اتكلم فيه سيدنا موسى في جبل الطور. فبالتالي طبعا بقى له مكان فيه قدسيه اكتر من المكان ده. المكان الثالث بقى هو وطور السنين، وهذا البلد الامين اللي هو مكه اللي جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم وارسل فيها، وهي فيها من الخير كل الخير، فيها بقى نزل جبريل وفيها نزلت الملائكه وفيها جاء الوحي والرساله وكل شيء بقى حصل، وان ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها بيت المحرم وكل الكلام ده، فبقت هي المكان الافضل بقى في الثلاث اماكن. طيب ليه الأوضاع دي؟ ليه بقى ربنا سبحانه وتعالى جاء بالترتيب ده؟ عشان يعطي رسالة لكفار مكة، يقول لهم إن دول اتبعتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتوا الخطوة الجاية هتبقى أفضل خطوة في حياتكم، اللي أنتوا إيه؟ هتنتقلوا بقى من المكان ده إلى الجنة. فاللي هو دلوقتي إحنا اتكلمنا إيه؟ إن إحنا بدأنا في فلسطين، وبعدين انتقلنا للمكان اللي ربنا سبحانه وتعالى كلم فيه سيدنا موسى، وبعدين انتقلنا للمكان اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، في بيت الله الحرام وفي الرساله وفي الوحي وفي 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 كل ده، وفي انتوا نفسكم بتقروا بمكانه وقدسيه المكان ده، والمكان ده اللي خلاكم عملتوا فلوس وعملتوا اسم وعملتوا زعامه وعملتوا وعملتوا. فبالتالي اللي هيؤمن بكده يبقى هو خلاص ايقن ان الخطوه الجايه هتكون افضل من اللي قبلها، زي ما كانت اللي قبلها افضل من اللي قبلها وهكذا. فلما يجي النبي صلى الله عليه وسلم بقى يقول لهم طب في خطوه جايه، يبقى انت تلقائيا خلاص مؤمن ان انت لو مشيت في الطريق ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك عليه، الخطوه الجايه دي هتبقى احسن كمان. فهو بيقول لك بقى الخطوه الجايه دي انت هتخش الجنه، ان انت لو اتبعتني اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وامنت برسالتي هتكون الخطوه الجايه ليك الجنه. تمام. وبعدين سبحان الله من اعجاز ربنا ان هو وصف مكه بايه؟ البيت وهذا البلد الامين، وما وصفش فلسطين ولا طول السنين ولا سيناء بكده. ليه؟ عشان يبين لك قد ايه مكانة مكة. احنا عاملين دلوقتي نقول ايه؟ ان احنا بننتقل مكان لمكان احسن. فالامين هنا اللي هي فيها امرين، ان فيها ان ربنا سبحانه وتعالى بيؤمن الناس على حياتها فيها. الحاجة التانية ان ربنا بيقول للناس امنوا الناس في المكان ده. فتخيل ان انت جاي لك امر لكل الدنيا ان امنوا اي حد يدخل المكان ده. فبالتالي تخيل بقى ان الناس العادية هتؤمن الناس هنا. ما بالك بقى المكان اللي ربنا سبحانه وتعالى قعده يوم القيامة. شوف بقى يبقى المكان ده هيكون شكله ايه. تمام. يبقى ده كده متسق مع السياق اللي احنا ماشيين فيه، ان احنا من الافضل فالافضل فالافضل فالافضل. بعد كده بقى زي ما قلنا اللي ربنا سبحانه وتعالى بقى بيدور لهم الامر ده عشان يعني يقيس عليه بقى المشهد اللي هم شايفينه، مشهد الانسان اللي هو ايه؟ اللي هو خلقنا الانسان في احسن تقويم. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ان انا خلقتكم في احسن صوره. فهنا بقى في حاجتين، اولا ان احنا ادينا مشهد زي المشهد بتاع التين والزيتون، ان احسن صوره، الصوره دي واضحه قدامكم انتوا كلكم شايفينها. الحاجه الثانيه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لكم خلوكم معانا هتوصلوا لمرحله اعلى.
فاللي هو انت شايف دلوقتي انت في احسن صورة، انت قوي وغني ومعاك فلوس ومعاك ومعاك ومعاك، فبنقول لك بقى الخطوة الجاية برضو هتكون اجمل. يعني انت كشخص كانسان باللي انت فيه، لا ده ربنا لسه هيهيئك ويعدك ويخليك اجمل كمان في الخطوة اللي بعدها، زي ما عملنا الخطوات اللي فاتت كلها. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لو انت معجب بنفسك دلوقتي وانتوا فعلا معجبين بنفسكم وكل حاجة، لا ده منتظركم كمان مشاهد هتبقى اجمل باللي انتوا فيها. بعدها بقى جه موضوع الصورة زي ما احنا قلنا، ثم رددناه أسفل سافلين، اللي هو إن هما كبروا في السن. أسفل سافلين يعني اللي هما وصلوا لأسفل العمر، يعني اللي هو نهاية العمر، اللي هما بقى اللي احنا حكيناه إن بعض الناس اللي سافهوا، اللي عقولهم سفهت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أهل العلم قالوا إن هنا الآية سبحان الله بتتكلم على حاجتين، ودي من الحاجات اللي كانت النبي صلى الله عليه وسلم بيذكرها دايما، يقول ان القران حمال اوجه. حمال اوجه ده يعني ايه؟ يعني ممكن يبقى له، يعني القران بينزل الايه الواحده لها اكتر من معنى، وكلهم المعاني كلها بتؤدي او بتديك حاجات صح، يعني تقدر تاخد منها المعنى ده مع المعنى ده مع المعنى ده، وده حاجه معجزه لغويه، انت تستفيد حاجات كتيره من كلمه واحده بس. يعني انت فاهم، زي مثلا ما يقول لك ايه، انت استفدت ايه النهارده من المحاضره، اللي المثل الاعلى تقول لك الدكتور والله ساعه ما قال لي مثلا اكتب المعلومه دي، تمام، الكلمه دي استفدت منها 10 حاجات. اكتب المعلومه يعني مهم ان انا اكتب ورا الدكتور، اكتب المعلومه معناها المعلومه دي مهمه حتى هو اكد عليا، اكتب المعلومه معناها ان انا مهم اسمع كلام الدكتور عشان اكون كويس، معناها معناها، فخدت 50 معنى من الجمله الواحده دي، وإلا المثل الأعلى فما بالك بقى أن الله عز وجل هو اللي بيذكر هذه الكلمة. فردناه أسفل سافلين يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول للإنسان بقى، بيقول له إن أنت يا إنسان لما هتوصل للمراحل الأخيرة في العمر هيحصل إيه؟ هيحصل بقى السؤال اللي هم سألوه، إن هم من فضل سبحانه وتعالى إن هم هيؤجروا على الفترة دي، اللي هي ايه؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، ان انتوا الفتره اللي كنتوا فيها دي هتاخدوا اجر لو انتوا كنتوا فعلا ايام ما كنتوا في مرحله الشباب بتؤمنوا وتعملوا الصالحات، يبقى ده فضل ربنا سبحانه وتعالى عليكم ان انتوا هتؤجروا في الفتره دي لو كنتوا كده. طيب وفي بقى المعنى الاخر، ثم ردناه اسفل سافلين، يعني بعد ما هيئنا لك كل حاجه وخلقنا لك كل حاجه، وكمان النبي صلى الله عليه وسلم وعدك ان فيه نعيم بينتظرك وانت ما امنتش بكل ده، خلاص يبقى تستحق العقوبة. ليه؟ لان زي ما احنا قلنا الصورة كلها قائمة على فكرة ان انت بتاخد من حاجة لحاجة اعلى، فكذلك العقوبة اللي في الدنيا يبقى انها هتبقى في عقوبة اكبر في الاخرة. الصورة كلها ماشية بنفس المنطق، فهتكون النتيجة في الاخر ايه؟ ان انت لو مؤمن هتوصل لاعلى درجة ايمان، ويبقى انت لو كافر هتعمل ايه؟ هتنزل لاسفل سافلين، اقصى درجة في النار والعياذ بالله. بعدها بقى إن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ودي احنا ذكرناها قبل كده اما اتكلمنا ان مهم جدا فكرة الإيمان والعمل، لأن أي أمر فيهم بدون التاني ما ينفعش. يعني ما ينفعش زي ما أقول واحد يقول أنا بؤمن الصيام فرض بس أنا ما بصومش، أو إن أنا النهاردة مثلا كانت نفسي مصدودة عشان مثلا اتضايقت من الموضوع مش عارف إيه فما أكلتش، بس ما قصدتش ان انا ما اكلش عشان الصيام، انت مش هتؤجر ولا حاجه، فما ينفعش حاجه زي دي بدون دي او هكذا، فلازم الاتنين مع بعض. فعشان كده كان دايما كل ايات الايمان بيتبعها عمل، لازم يبقى عمل ومعاه ايمان. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، ده هيبقى بقى وضعهم ايه؟ وضعهم نفس الامر برضو زي ما احنا ماشيين، اللي هو ايه، هيخش في درجه اعلى. هو في الدنيا عمل ايه؟ في الدنيا كان بيؤمن وبيعمل صالحات، فربنا سبحانه وتعالى أكرمه في الدنيا بأن هو خلى الفترة الأخيرة في حياته بيؤجر عليها رغم أنه هو ما عملش حاجة، تمام. هو دلوقتي في مرحلة السفة اللي هو مش في وعيه مش مدرك، فبيؤجر في الفترة دي. فيوم القيامة بقى إن هيجيله أجر زيادة، إن أولا هيبقى إنسان العقل هيرجع له وهيكون في صورة أحسن من الصورة اللي هو فيها، وأجر غير ممنون معناها غير مقطوع، إن أنت الأجر بتاعك ده هيكون الأجر معناه المكافأة غير ممنون، يعني مش هيتقطع العمر كله. يعني أنت هنا بيحصل إيه؟ أنت هنا في أحسن تقويم،
لحد ما جيت في فترة خلاص ابتدى الصورة بتاعتك تضعف شوية، الجسم يضعف شوية، التفكير يضعف شوية. لا، من فضل ربنا سبحانه عليك بقى انك هتبقى حاجة احسن. فالحاجة الاحسن ان كل الحاجات دي مش هتحصل، يعني الجسم مش هيحصل له مشكلة، العقل مش هيحصل له مشكلة، مش هتتعرض بقى لأزمات في الدنيا، ان مرة يبقى عندك أزمة في الفلوس، مرة مش عارف متضايق، مرة كذا، كل ده مش موجود. فأجر غير ممنون، يعني الأجر طول العمر طبعا حياة أبدية في الجنة لن ينقطع هذا الأجر وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. بعدها بقى زي ما احنا قلنا ان مهم جدا فكرة ان احنا نعرف اللغة العربية، لان لما هنعرفها هنعرف بقى تفسير قول الله عز وجل فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك، الفاء دي بيسموها فاء الالتفات. الالتفات هنا معناها ايه؟ معناها عارف حضرتك لما اكون انا مثلا بتكلم معاك مثلا في موضوع، فقاعد بتكلم معاك بنفس الريتم في نفس الموضوع، فبقول لك والله بص الموضوع ده مهم ولازم نحاول نعمل كذا ونمشي بالطريقه الفلانيه، فكل ما انا بتكلم كده انت ايه بنفس الحاله اللي انت عليها ما اتغيرتش. انت مثلا ماشي في الشارع فنفس الطريقه ونفس الجو اللي انت ماشي فيه، اللي هو نفس الشارع، نفس الشكل بتاع المحلات، نفس كل حاجه، فده ما بيلفتش انتباهك لحاجه، فبالتالي ما بتحسش ان في حاجه ايه تخليك تبص هنا او هنا او هنا. انما ايه اللي يخليك تبص؟ لما يحصل حاجه تلفت الانتباه، اللي هو انت ماشي مثلا في الشارع وفجاه سمعت صوت عيل بيصرخ، فقمت ايه قمت تلقائيا كده بصيت عشان تشوف فين اللي بيصرخ ده. مثلا انت بتتكلم معايا وفي وسط الكلام تلاقيني سكت، فهتبص تلاقيني سكت ليه؟ هتلاقيني فجاه صوتي عالي او زعقت، هتشوف زعق ليه؟ فلازم يبقى في حاجه تلفت الانتباه. واللي المثل الاعلى ده هنا بقى بيسموها فاء الالتفات، ان ربنا سبحانه وتعالى في الايات اللي فاتت كلها بيكلمك بيحكي لك بيقول لك ايه الوضع وانت حالتك ايه وهيحصل لك ايه والاخره فيها ايه، كل ده كلام 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 وانت قاعد ايه عمال تسمع اللي يتقال ده كله. فعايزين نقول لك بقى ان اللي احنا بنحكيه كله ده مش قصص بنحكيها، احنا مش ربنا سبحانه وتعالى حاشا يعني مش قاعد بيحكي لك حواديت قصص وبتاع مش عارف ايه، لا ده هو بعد ما قال لك الكلام ده كله جه بقى بيلفت الانتباه فسألك بقى فما يكذبك بعد بالدين. طب انت ليه بقى بتكذب بالاخره بقى؟ يعني بعد ما احنا جبنا لك الادله كلها وشرحنا لك الموضوع كله وانت نفسك اقررت كل ده، انت زي ما قلنا انت مقر ان انت في احسن تقويم وان انت قوي وانت كذا وانت كذا، فحصل الالتفات بقى اللي هو ايه لفت انتباه فما يكذبك بعد بالدين. انت بتكذب ليه بقى؟ يعني عارف مثلا اقول مثلا ما انت بتكون متكلم ابنك فتقول له مثلا انا انت يا ابني انا قصرت معاك في حاجه، لا انا جبت لك انت عايزه، لا انا كذا انا كذا انا كذا، فبعدها تقوم مفاجئه بقى بسؤال طب ما بتذاكرش ليه؟ انت فاهم الفكره؟ عكس لو انت من الاول قلت له ما بتذاكرش ليه مش هيبقى تاثيرها نفس التاثير. فبالتالي كان استخدام حرف الفاء ده عشان ربنا سبحانه وتعالى يبين بقى ان انا المقدمه اللي انا قلتها لك دي كان طبيعي بقى ان انا بعدها اسالك السؤال ده فما يكذبك بعد الدين، لان هنا السؤال بقى اوقع، لان انت قبل ما تنكر او تكذب احنا بقول لك خد بالك انت لسه الوقت اهو اقريت بكل الكلام ده، عكس لو ربنا سبحانه وتعالى من البدايه قال له انت مثلا فما يكذبك بعد الدين كان قال اصل ما فيش اله، اصل ما فيش نبي، اصل كذا اصل كذا بيكذب. فكان من حكمه ربنا سبحانه وتعالى انه اقام عليه الحجه الاول اللي هو اتكلم معاه الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وتناقش معاه وتكلم معاه لحد ما انت اقريت بالحقيقه اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبها عليك، خلاص انت نفسك اقريت. فبعدها لما جه السؤال ده بقى فعلا السؤال ده هنا بقى له موضع وله قيمه وله كل شيء. زي ما بقول لحضرتك الفكره لما انت نزلت الشارع الاول ومشيت بشكل هادي وبعدين سمعت صوت الولد اللي بيصرخ قام لفت انتباهك، انما تخيل لو انت قاعد مثلا لو انت دكتور اطفال وقاعد في العياده والعياده كلها اطفال بيصرخوا مفيش حاجه تلفت انتباهك. ليه؟ لان مفيش حاجه مختلفه، انت اصلا المكان كل اللي حواليك بيعيطوا او بيصرخوا. وكان بقى نهايه الصوره سبحان الله العظيم اللي هو بقى يعني اقرار تام، يعني ربنا سبحانه وتعالى بقى بيقر على نفسك ان انت قدامك حاجه من اتنين، يا اما انت هتقول ان انت مش كويس ومش قوي ومش صاحب مال ومش كذا ومش كذا، او هتقر ان انت انسان فاسد ملهاش حل تالت. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ اليس الله باحكم الحاكمين؟ يعني احنا في الاول اقرينا خلاص ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق، خلاص اقرينا واتناقشنا وكل شيء. فربنا بيسالك بقى طيب اللي خلقك ده
هو احكم الحاكمين ولا لا. فانت قدامك خيار من اتنين، يا تقول لا معناه انت كده انت مش كويس، انت مش انسان قوي ولا عندك تفكير ولا عقلك ده احسن عقل ولا اي حاجه بدليل ان اللي خلقك ده هو ليس احكم الحاكمين سبحانه وتعالى، فبالتالي انت بتسيء لنفسك، وانت طبعا سيد من ساده قريش، فانت بتقول لا ده انا احسن واحد في الدنيا واقوى واحد واحسن عقل واحسن واحد بتاجر وكل حاجه. او النوع الثاني تقول لا اللي خلقني ده طبعا حكيم، عشان كده انا في احسن صوره واحسن هيئه. فتيجي تقول طب هو حكيم، طب السؤال طب انت ليه بقى ما تؤمنش بيه؟ فربنا سبحانه وتعالى هنا بقى اقام عليك الحجه، انت بقيت دلوقتي بين زي ما بيقولوا بين المخصلتين، يعني اللي هو ايه حاجه من الاثنين، يا تقول انت فعلا انسان مش قوي ومش في احسن هيئه وانت كده بتسيء لنفسك، او تقول لا انا قوي وفعلا وتمام واقدر على المعارك والحروب والفلوس وكل حاجه. وهنا يبقى السؤال طب انت ليه بقى ما بتؤمنش بالله سبحانه وتعالى؟ فكان هنا حكمه من ربنا سبحانه وتعالى، ودي لعلها حاجه زي ما قلنا دايما فكره ان القران الكريم هو نزل عشان الناس تتعلم منه من الدين ومن كل احوال الدنيا، يعني من ضمنها زي ما احنا بنقول مثلا فكره تربيه الابناء، ان انت لما تيجي تربي ابنك تعرف ازاي تتكلم معاه. فهنا كان درس من ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ازاي تكلم ابنك، لما يجي ابنك يتكلم فانت تدخله الاول مدخل ان انت إيه، انت يعني مصدق او مقتنع ان انت كويس، اه طبعا انت بتفهم، اه طبعا انت كذا، اه طبعا. فيبتدي بعدها السؤال طب ليه ما بتعملش وما بتعملش وما بتعملش وما بتعملش. يعني انا مثلا افتكر مثال صغير كده، معلش انا قلت لكم بقى الشيخ محمد هيتحشر معانا في كل الدروس الجايه. يعني كان ولد كده يعني مش كويس في الدراسه وما اعرفش ايه والكلام ده، فامه جايه بتتكلم معه والله يرحمه، بتقول له يعني حاول تكلمه وتنصحه وما اعرفش ايه، فبتقول له والله هو مخه نضيف وبتاع ومش عارف ايه بس مش مركز في الدراسه مع انه ذكي وبيفهم وكذا. قال لها ما تسالش مني حاجه جميله لكن هو ذكي. قالت والله ده ذكي جدا. قال لها لا، اللي بقى عارف ان عنده امتحان بكره وما يذاكرش ما يبقاش انسان ذكي ولا حاجه. قال لها هو لو ذكي وبيفهم فيبقى عارف ان عنده امتحان بكره بتحدى عليه مستقبله فهيقوم يذاكر. فقال لها ما تقوليش ان هو ذكي ولا حاجه. فهي نفس القصه ولا المثل الاعلى، اللي هو انت بتقيم بقى الحجه على نفسك. لو انت شايف ان انت فعلا بتفهم يبقى انت خلاص بتقر ان اللي خلقك ده هو فعلا خلق ان هو حكيم لان هو اللي خلقك، او ان انت بتقول ان هو مش حكيم فبالتالي يبقى انت مش مخلوق بشكل كويس وفي احسن ولا احسن هيئه ولا اي شيء.